النهارده هنعمل حلقه من الحلقات السهله جدا الممتعه، وهي المكرونه بصوص البولونيز. صوص البولونيز دايما مميز قوي في المطاعم، بس في البيت بيكون طعمه مختلف شويه، وهي فيه شويه اضافات كده هنعملها مع بعض في الاخر، هيبقى صوص في منتهى الروعه، صوص طماطم باللحمه المفرومه. احنا عارفين ان ايطاليا هي اللي اخترعت البيتزا والمكرونه، فبيعملوا الصوص بتاعهم بطريقه مميزه قوي، بيبقى ليه طعم مميز، وهو من الريحان والروزماري. الموضوع في منتهى البساطه، بجيب الطماطم بتاعتي اقطعها على اربعه كده، والمفروض ان انا بشيل منها القشر، بس احنا طبعا لما بنعمل صلصه للطماطم كنوع من انواع التوفير بنقطعها على اربعه ونعملها كلها. خلينا نقول مقاديرنا الاول، وبعد كده نروح بقى على الخطوات كلها عشان ما ننساش حاجه. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه من بوميتو، يفضل اللحمه الدسمه شويه واللي فيها نسبه دهون عاليه عشان تديني طعم مميز قوي، ما اضطرش انا احط مرقه على المكرونه بتاعتي. بعد كده عندي مكرونه مسلوقه، ونروح بقى للصلصه، كيلو من الطماطم الحمراء، 2 عود ريحان فريش، 2 عود روزماري فريش، 2 بصل احمر، جزر وفص ثوم، ربع كوبايه من زيت الزيتون، ملح وفلفل اسود. وهنا عندي الروزماري، هاخد عود للصلصه وهاخد عود للحمه. ادي كده العود بتاع الطماطم، وهاخد الطماطم احنا قلنا هنشيل منها العنق ده كده، لو سكينه رفيعه شويه كده، وهنلف اللفه دي نشيلها منها، وبعد كده هقسم الطماطمايه على اربعه. بعد كده هروح على النار، هحط حله تسخن، واقوم حاطط فيها شويه ميه، والميه هنا مش كتير، او الميه اللي انا هحطها هسيبها تتبخر، يعني ما تحطيش ميه كتير قوي عشان في الاخر انا عايز شويه الطماطم دول يبقوا شويه قد كده. واخد بقى الطماطم كده كلها بعد ما اقسمها مع الروزماري، واسيبها تتسلق، واخد فص الثوم هرزه كده بس بالسكينه واحطه سليم. بعد كده البصل نفس الموضوع، مش خد منها حته كده، تشيل بس الزيادات بتاعتها دي، واقوم قاسمها واقوم حاططها معاهم. وكده خلاص دور الطماطم خلاص كده تمام قوي. هسيبها بقى تتسلق، تاخد الغلوه الميه تغلي، بعد كده هدي النار واسيبها براحتها خالص. بعد كده نروح على الخطوه الثانيه، وهي بقى اللحمه، عايز اظبط طعم اللحمه. هيبقى عندي عود من الروزماري، والريحان هنا ممكن اخد شويه برده منه مع اللحمه، وشويه مع الطماطم. الريحان هنا يا جماعه حطوه على الاكل، والله بيخلي الاكل مسكر وطعمه في منتهى الروعه. بعد كده هاخد بقى اللحمه المفرومه مع البصله، ممكن اخد البصله دي كمان نص ده، عارفين اللحمه المفرومه لما بتتعصج وتحط لها بصل كتير بيبقى طعمها احسن، فيعني ما فيش مشكله ان احنا نخليهم بصله ونص على نص كيلو لحمه، ممكن كمان بصلتين او ثلاثه، الموضوع بيبقى حلو قوي. طاسه تسخن على النار، هحط شويه زيت، خلينا بقى ناخد زيت الزيتون عشان نطلع حاجه كده يعني معتبره، ربع كوبايه من زيت الزيتون، عليها بصل احمر مفروم، والجزره دي برضو هقسمها على اربعه كده او ابشرها واحطها مع الطماطم. يبقى حطينا على الطماطم بتاعتنا بصل وريحان وروزماري وجزر وثوم، والناحيه الثانيه هنا حطينا البصله، وهناخد بقى الريحان. الريحان بقى ممكن نفرمه بالسكينه، وممكن نحط ورق كده زي ما انتم حابين يعني. بعد كده هاخد اللحمه واقوم منزلها مع البصل، واقوم حاطط عليها شوية ملح وفلفل اسود، ادي الفلفل الاسود وادي الملح. طب انا عايز اللحمة بتاعتي كده تبقى يعني تتاكل برضو لوحدها من غير صلصة، شوية روزماري كده او العود ممكن احطه، وبعد كده اشيل زي ما انتوا حابين. هسيب دي كده تستوي براحتها، وبما اننا واخدين لحمة فيها دسم عالي، فمحتاج بقى محتاج اللحمة بتاعتي دي ما يبانش ان هي فيها دسم عالي او ما تمسكش في بعضها. فهعمل ايه؟ هجيب معلقه دقيق احطها على اللحمه وهي بتتحمر، معلقه كبيره من الدقيق على نص كيلو من اللحمه. معلقه الدقيق هتعمل ايه؟ هتعمل لي طبقه كده حوالين كل قطعه لحمه عشان تشرب الدهون، زي ما احنا كنا عملنا البيكاتا من فتره كده، ولما جينا نشويها حطينا عليها دقيق. ده نفس الفكره بالظبط. بص بقى، طبقه الدقيق دي هتخلي لي اللحمه ما احسش ان فيها دسم خالص، بس هتخلي صوص المكرونه طعمه رهيب من جمال الدهون دي لما تسيح فين في الصوص. وهنا انا ما اعتمدتش على مرقه او على طعم خارجي يضيع لي طعم اللحمه، انا عايز استطعم كده صوص البولونيز بطعمه الجميل. هسيب بقى دي استوي، بصوا الطماطم خلاص نشفت بالشكل ده، هسيبها بقى تكمل غلوتها على النار على ما تكون اللحمه بتاعتي استوت تماما.
وبعد كده هجيب بقى الهاند بلندر او الخلاط او الكبه واكمل. استوت كده اللحمه المفرومه بتاعتنا، وميزه من مميزات الحوم بوميت ان هي ما بتاخدش سوا كتير والموضوع بيستوي بسرعه جدا. بص اللحمه كده خلاص استوت، هروح بقى على الصلصه، وهنا بقى الموضوع كله البصل والثوم والجزر والحاجات كده احنا حطيناها دي، عايزين نفرمها كلها مع بعض. وهجيب الهاند بلندر كده عشان ما اغلبش نفسي، واقوم حاطه في وسط الصلصه واطحن كل الحاجات دي مع بعضها. طحنت انا كده صوص الطماطم بتاعي وكده الموضوع يعني هيبقى جامد جدا. هقوم رايح بقى على النار، وادي اللحمه المفرومه حتتها ابتدت تطلع هي كمان اهي. هقول بسم الله واقوم نازل بقى بصوص الطماطم. وبصوا بقى الصوص هنا تقيل عشان انا ما حطيتش ميه كتير، وسبت الميه اللي انا حطيتها كلها لحد ما ايه نشفت. طبعا ده كفي كميه كبيره جدا، اكتر من نص كيلو طماطم على اكتر من نص كيلو من المكرونه. فانا كده بقى عندي صوص خام، يعني انا ممكن ابرد ده وابتدي اشيله في لحد ما يبرد، وبعد كده احطه في كيس واحطه في الفريزر بحيث ان انا عندي اي وقت مزنوق او محتاج حاجه سريعه اقوم سالي شويه مكرونه ومطلع الصوص مسخنه مديله شويه ميه واحطه على النار ياخد الغلوه واقوم نازل بيه على المكرونه. الموضوع هنا لما عملوا صوص البولونيز ما حطوش عليه صلصه بوري، بيتعمل بصلصه خام زي ما احنا حطينا بس كده او طماطم بس يعني، وادي كده صوص البولونيز. كل اللي احنا محتاجينه بعد كده ان انا هجيب مكرونه مسلوقه، وبعد ما اسلقها ازيتها بزيت زيتون وانزل بقى عليهم بشويه من الصوص النص كده. بصوا بقى يعني انا حطيت بصوا ده نص كيلو من المكرونه، الشويه دول نص الكميه هتعمل نص كيلو مكرونه مستريح. وكده عملنا صوص البولونيز بطريقه سهله جدا.